متابعين معكم بمحطات عالم صباح، وقبل ما نكون مع كندا بدي اخبركم انه الشيف من الصبح عم يعمل عم يقلي وفش وعم بيقطع وعم ينقر كوسه وباذنجان وخابصه القصه. انا زعجتني هيدي القصه ليه؟ هون زعجتني موجود مره ثانيه وخاصه على الساعه واحدة. ليه على الساعه بس نخلص ويكون الاكل جاهز. كلنا بنهجم لعندك غرقان بتحضير الحشوات ان كان للشارب. شو مرة سمعت فيها؟ هيدي الشارب أول مرة بطاطا. إيه أول مرة البطاطا هاي. المحشية لحمة والكمام مقلية بعدين نشوف بعدين كيف بنعملها، شغلة كتير حلوة. وكمان حشوة الكوسة والباذنجان القاطع بالحمص والرز. شيء قوي كتير يعني فايتين فوتي كتير قوي اليوم لكمان كل الأشخاص الصايمين اللي بيحبوا المحاشي وكل الأشخاص اللي بيحبوا البطاطا. نتركهم بعد شوي. كلنا بنحب البطاطا كمان واكيد البطاطا شارب. نعرف انت مثل العاده يعني الشيف دائما شارب مثل الشوارب. لا الشيف دائما شارب باطباقه. بقى اليوم رح يحضر لنا هذا النوع من البطاطا اللي شغل لي بالي ما كنت عم بعرف شو هو. كان عندك مشكله عم تقولي لي قبل بشوي صغيره بموضوع الرز وما بيطلع طيب وما ادري شو، فهلا بس تيجي لعندي رح خبرك الموضوع. لما تعملي حالك ما معي خبر. رح نرجع اكيد بعدين لعندك. واكيد مثل ما قالت تحضير الاطباق القاطع اللي دائما بتكون ست البيت مش عارفه شو بدها تحضر بخلال هالفتره فتره الصوم المبارك، عم يعطيكم الشيف دائما افكار جديده لحتى تقدروا تحضروها. والتقطيع شغال، القلي شغال، ورح نرجع لعنده بعدين. نحن رح نكون هلا مع كندا اللي رح تطلق اتصالتكم مباشره على الهواء، وكمان رح تجاوب على بعض الايميلز اللي وردتها من قبل بارض وورد. كندا صباح الخير. صباح الخير. شو اليوم عنا كم بلانت؟ بالأول بدك تجاوبي على الأسئلة قبل ما ناخد اتصالات المشاهدين مباشرة. صحيح. على الهواء. ودايما منحس بين الإيميلز بيكون فيه بهالفترة الجردينيا. أكيد. بس قبل الجردينيا عندك سؤال تاني. صحيح صحيح. وبدي أعتذر سلفا من صاحبة السؤال لأنه بلشنا فيه الأسبوع الماضي نجاوب وما كملنا الجواب كاميدورا. والسؤال هو بليز بليز بدي أعرف كيف منهتم فيها. هي موجودة جوا بقلب البيت وصار لعندها حوالي شهرين. ولحتى ما كتير كاميدورا لحتى ما كتير شبر بإيدي وأوصف كيف حضرت صورة للكاميدورا لنشوفها سوا ونعرف كيف نهتم فيها. واللي بدي أقوله أنه هي من النوع اللي مسميهم الفو بالمية أو النخيليات كذابة. اللي هي قزمة يعني ما كتير بتكبر، بتاخد عدد من السنين لحتى توصل لحديد تقريبا المتر متر وعشرين سنتيمتر. هذا هو الحد الأقصى يلي بتوصل له. بس بالمقابل كمية الورق يلي بتعطيها حلوة كتير، وطبيعة الورق يلي هي مزركشة مثل ما شايفينها كمان حلوة، بتغير شوي عن التكستشر يلي عادة بنعرفها بالوراق الخضراء يلي هي بتبقى مالسة ومسطحة كلها سوا. كيف نهتم فيها؟ ببساطة هي نبتة داخلية ما بنحطها عادة برا، يعني نجرب انه دايما تكون جوا بقلب البيت قريبة لمصدر ضوء، شباك، بلكون مقزز، حتى بلكون مفتوح بس تكون مدراية من الهواء. وطبيعي كيف نسقيها اذا كانت جوا بقلب البيت معناتها بمثل هالايام مره بالاسبوع كافيه، حتى خلال فصل الصيف فينا نضلنا مره بالاسبوع اذا كان محافظين على حراره معتدله يعني اقل من 32 درجه، فينا نضل نسقيها بهالطريقه هيدي مش اكثر من هيك. ناخذ اتصال كندا. ليلى من عين سعاده. الو الو. ايه صباح الخير. بونجور. بونجور تفضلي. وحياتك. بدي اسال مدام كيندا. تفضلي. بدي اطلب منك بس بدي لحظه 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 بدي اطلب منك تسمعينا من اباري التليفون مش من التلفزيون. لا من الاباري عم بحكي من الاباري. بس التلفزيون عالي. عالي. بدنا نكتم له نفسه. اوكي اوكي. نقلت النقله اورتونسيا من حمينا زرعتها بعين سعاده. اوكي. بقى بعد عندي كثير بالجبل بحمينا بقدر هلا بعيشه يعني. ايه عم تنقليها مثل ما هي ببويتا يعني؟ مثل ما هي بالبو. ايه مش عم تشيليها من الترابه.
مظبوط. وبلشت تورق؟ بترابة ايه. بلشت تورق ما هيك؟ ايه لا ما وردت بعد، انا سحلت قصمنا. لا تورق تعطي ورق. بلشت تعطي قصمنا. باردون؟ بلشت تعطي ورق. ايه ايه عطي شوية ورق. اوكي. لا هي ما عطت بعدهم ورقتها، هن زيتهم بس دبلوا شوي رجعوا عيشوا. اوكي يعني شريتيهم هالسنة؟ شريتيها؟ لا انا كنت زرعتهم عندي بيت. أوكي. السنة شلتها مش شهر شلتها. اوكي ما في مشكل، ما في مشكل، بس ما نأخر كتير يعني قبل ما تشوب الدنيا، لأنه حمينا بتضل أبرد من عين سعادة، وقبل ما يصير في فرق كتير كبير بالحرارة تنقليها من مطرح مضطري لمطرح مشوب أكتر بيسوى أنه ينقله، يعني عندك تقريبا لنص شهر أيار مش أكتر من هيك بدون أي مشكل. اوكي. عنا سارة من معراب. ألو صباح الخير. ألو بونجور. بونجور تفضلي عم تسمعي كندا. ايه صباح النور. صباح الخير سارة. إيه. انا بدي اسألك مدام كيندا عن الحبق. ايه دايما الحبق مش كأنه شي بياكلهم من كعبهم وبصيروا يهرهروا ومش يبسين يعني، ولا انه عم يقطشوا ولا شي، كأنه شي عم بيقرمطهم ومش عم بفهم شو بدي اعمل فيهم. اوكي. هلا في شي اللي بنسميه دود الخياطة يلي بتفوت بقلب الحبق. انا بالنسبة لألي وبعتقد لكتار من الناس كمان بفضل انه يتاكلوا هيك ولا انه نرشون، لانه رح نستعملهم نحن بالطبخ، يعني بفضل انه ما نحط لهم ادوية ابدا، نخليها مثل ما هي، والوراق يلي بيطلعوا نستعملهم للطبخ. اللي فينا نجرب انه نعمله اذا حبينا مثل ما عملنا الاسبوع الماضي، نحط التبغ يلي موجود بالسيجارة بقلب تقريبا لتر ونص مي، ثلاث سيجارات منخليهم يتشوا بقلب لتر ونص مي ونرش عليها ثوم. ما بنصح لانه رح يطعم كثير على الحبق، كمان عملنا وصفه هديك الاسبوع. هيدي الطريقه، او اذا كان منحس انه في حشرات موجوده غير الدوده، لانه مع المي والصابون ما بينفع، يعني كنت بقول لك مي وصابون بس الدوده اللي بتفوت بقلب الورقه اللي بنقلها الخياطه ما بينفع مع هيدي الوصفه، بينفع اكثر التبغ مع المي ما بيطعم عليها يعني واحد. ايه ما بتوصل يعني الصابون. هو بزحت الحشرات اللي هي موجوده على الورقه من فوق، بس وقتها تكون الحشره فاتت بقلب الورقه من جوا ما بتقدر انها توصل له، وبالتالي ما كتير بينفع. اذا فايتي عم تطرز وكذا. عم تطرز مزبوط. خياطة. فالافضل ساعتها نجرب طريقة التبغ يلي موجود بالسيجارة، ثلاث سواقير ننقعهم. بتقوم يعجبها الدخان بس لما تقعد تدخن يعجبها بكون كتير منيح، لانه اذا اخذتهم اكيد رح تبعد عن الحبق. وهيدي الطريقة، واذا لقى معلش يعني ما نستعمل مبيدات بيكون افضل، لانه نحن رح نستعملها نرجع بعدين لحتى ناكلها، فالافضل انه ما نستعمل مبيدات. رح كمل بالنسبه للكاميدورا، فاذا قلنا بنسقيها مره بالاسبوع بصيفيه، مره كل خمسة ايام يمكن، مغذيات فينا ابتداء من هلا نعطي مره بالشهر للنباتات الخضراء. وعاده يلي بيجي على الكاميدورا كامراض هو شيء اللي بنقول له النمش يلي بيجي على التيج من تحت من كعبه، وهيدا وقت يكون في عندي حراره عاليه ورطوبه عاليه، غير هيك اذا كانت موجوده جوا عاده وما في حدا نباتات، عادة من النباتات يلي بتقاوم كتير الأمراض والحشرات أكثر من غيرها من النباتات. أوكي هيدا؟ جاردينيا. جاردينيا. جاردينيا رح نشوف الصورة أول شيء لحتى نقدر نعرف شو هو السؤال. جاردينيا كلها سوا خضرة، إذا منلاحظ بس على الرأس في الاصفرار ببعض الأوراق، والبوتون أو الزر يلي حامل الزهرة من كعبه عم بتاخدوا دودة الخياطة هيدي؟ لا ما في دودة خياطة. وإلا كنا شفناها على الأوراق كمان. حتى الأوراق خضر كتير، يعني هون بتقدري تعرفي إنه ما بدها مغذية او منه ناقص هو بالغذاء. في بس الوراق الجديده يلي هي مصفره، ويلي مثل ما احنا شايفين الزر عم بيكون بني على الكعب وبعدين عم بيصفر، وفي ايام بهر لحاله. هلا بالميل وصلني كمان انه ما في عليها ولا اي حشره، بس انا بدي ارجع اقول انه خلينا نرجع نشوف على قفا الورقه، الا ما يكون في شيء، اذا ما في حشره يعني ما في عندي من، لانه المن هو يلي ببين
وهو يلي بيمشي على النبتة. بس في نوع تاني من الحشرات يلي بنسميها الكوشني أو النمش، يلي هي بتبقى موجودة على قفا الورقة، بيكون لونها على بني فاتح مثل بيج أو بني فاتح، وفي أيام شوي ميل على أورانج. بتبقى نقطة واحدة بس موجودة، وهذا اللي بتجي على رأس الجاردينيا على الوراق الجديدة، واللي بيصير أنه بتاكل الغذاء يلي بقلبها، مشان هيك بيصير في عندي هالسويداد هيدا اللي لازم أنه نعمله. هون فينا نرش مش مثل الحبق، هو أنه بلش نرش بالجاردينيا مرة كل أسبوع بدواء خاص للنمش، يلي هو بالنهاية في عندك النمش الدبان البيضة والمن تقريبا عندهم نفس الأدوية اللي ممكن انه تعالجون كلهم سوا. اوكي، والسؤال الثالث. والسؤال الثالث هو عن الدراسينا. كمان دراسينا حالتها تعبانة كتير، بلشت تفضى على التيج الأساسية، ومثل ما نعم نشوفها عندها الأوراق يلي هي مسودة أو مصفرة على الطرف، يعني بتبلش الأسوداد على الطرف، وهذا لازم أنت تجاوبين عليه. غيدة عندك شي جواب؟ غادة ما بيقدر هو لأنه دايما بنحكي على الأسوداد أو حتى اليابيس اللي بيكون على رأس الورقة، واللي هو بيكون نقص بالرطوبة. درسينا من النباتات هيك اللي بتكبي لي سؤال فجأة بتحذريني هيك ما بكون محضرة حالي. شفتي؟ أنا متاخدة عم شوف شو عم يعمل الشيف هونيك، بلش الجوع مسامحة. الجوع فإذا هيدا نقص بالرطوبة اللي بيسوى نعمله هو أنه نرشها بالمي لحتى نستعيد الخضر ضرب النضارة تبعولا. رح ناخد اتصال. الو، صباح الخير زينة. الو 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 زينة، عم بسمعك. الو نعم، بدي احكي مع مدام كيندا. كيندا عم تحكي، تفضلي. اذا بتريدي عندي جاردينيا نعم متلين زرار، اوكي، بس الورق كله اصفر، كلها سوا، مش مثل الصورة اللي شفناها قبل شوي. ايه لا، كلها فاتحة، الورق كله اصفر. اوكي، بدنا نغذيها لكينا، بيكون ناقصها غذاء او ترابها منه كتير منيح. صار زمان موجودة بزيت البو؟ ايه صار لها اكتر من سنتين. لا هديك السنة غيرني. اوكي، والتراب شو هو؟ من عم بيع زهور كياس خالصة. اوكي طيب، بدنا نحط غذاء بقلب هيدا التراب، بيقدر يكون بودره بتتذوب بقلب المي، بيقدر يكون شيء بنرشه على وجه التراب، او سائل بتذوبيه بقلب المي وبتسقيه. مهم انه بهالفتره هيدي فينا نعطي مره كل 3 أسابيع غذاء للجاردينيا، وانتبهي مش ضروري يكون حديد، يعني وقت بقول لك غذاء مش معناتها حديد، وهيدا الغلطه اللي بنوقع فيها كلياتنا للجاردينيا. غذاء كامل لحتى ترجع الان بي كي. شفتي كيف انا دارسه؟ بعد شاطره لحتى ترجع تستعيد الخضار تبعها، لانه بهالفتره اذا منا مغذيه ممكن انه تتعب، خاصه عم تقول حامل كثير ازرار. اذا قاعده قريبه مرقي لنا جاردينيا، بعد ما شفنا كثير جاردينيا هيك حوالي، بعد ما بلشوا يفتحوا. ايه ما هيك، اذا كنت قريبه يعني انت شوفي، نحن هون موجودين اذا بتحبي تمرقي لنا. كنا رح نرجع بنشوفك اكيد بعالم الصباح، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، بتكون مايا معنا واولادي بالدنيا، خليكم معنا.